نظمت آمرية المواقع العسكرية احتفالية لتكريم منتسبيها من الضباط والمراتب المترقين في جدول كانون الثاني. إلى التفاصيل. تزامنا مع احتفالاتنا بعيد ميلاد الجيش العراقي الباسل، أقامت اليوم آمرية المواقع العسكرية احتفالا بذكرى ترقية مجموعة كبيرة من ضباط آمريات المواقع والمراتب المقاتلين. وبهاي المناسبة وجهنا أخواننا المقاتلين أن يكونون عند حسن ظن القيادة وحسن ظن الشعب وأن يكونوا متهيئين للقتال. أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى السيد آمر المواقع العسكرية وآمرية الموقع بالخصوص لرعايته هذا الاحتفال بمناسبة ترقية ضباط منتسبي آمرية المواقع العسكرية، متمنين التوفيق في خدمة جيشنا الباسل. أشكر القائد العام للقوات المسلحة العراقية لجهوده في رعاية جرح الحرب، وتمنياتي للجميع بالموفقية، وإن شاء الله قواتنا المسلحة من انتصار إلى انتصار. نشكر آمرية المواقع العسكرية على الاحتفال بالضباط المترقين بجدول 6 كانون 2019، ونعاهد الله والوطن أن نبقى جنود أوفياء. أتقدم بالشكر الجزيل إلى حضرة السيد اللواء خليل عقل العبادي أمر المواقع العسكرية بتكريمه لمقاتلي أمرية المواقع العسكرية وكافة الوحدات التابعة لها، وإن شاء الله نكون خدام للوطن. اهتمام كبير توليه وزارة الدفاع ودوائرها المختلفة بمنتسبيها من الضباط والمراتب لما قدموه من جهد وتفان في عملهم وواجباتهم المتعددة. من آمرية المواقع العسكرية لإعلام وزارة الدفاع صباح الخزعلي.